في الدوحة مع المنتخب الإماراتي. كرة الآن، كرة ملعوبة في منطقة الجزاء، راسية، جول اليوم يوم عباس في المدافعين والمهاجمين. شوف الكرة الماضية، راسية من فوق الكل ومن أعلى الكل، وضع الكرة الماضية الصعبة على ماجد، صعبة على ماجد، والكابتن ماجد الآن يجد نفسه متأخرا، وبثلاثية نصراوية تقرب النصر من نهائي البطولة الخليجية وتبقي الوصل بعيدا في انتظار مباراة العودة.